اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين، اللهم وطهره من اليهود الغاصبين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.